نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية وشوطنا التاسع وهو الخاص بالإذاعة الإبكار المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. نتابع الصدارة وأرمياسة من انطلقت بناموس هذا الشوط التابعة لهجن العاصفة، يقودها حمد بن راشد بن غدير، تليها اللي في المركز الثاني. أرى التحديات في هذه اللحظات من الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن مرب المكتوم المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم الينيبي، بينما انطلقنا مع المركز الثالث. بأرى التسلل أيضا الانطلاق من الجانب الآخر والتحديات الجميلة مع الشاهنية اللي انطلقت مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ المرب المكتوم المكتوم. سيب بن أحمد بخريدة من يتابع انطلاق الشاهنية مع المركز الثالث، ولكن أرى التسلل أيضا الانطلاق للشاهنية لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم وبقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، من أعلن انطلاق الشاهنية مع المركز الرابع وخامسا من الجانب الآخر. من الجانب الآخر أرى هناك الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يقودها مطر بن محمد بالضبيعة السادس. التحديات الانطلاق المتميز لهملولة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آن الهيان وقيادة أحمد بن عبد الله بن مساعد، من يقود هملولة مع المركز السادس الدور دور المركز السابع. نتابع التحديات الجميلة وأرى الانطلاق لسلهودة بشعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومتابعة مطر بن سيف بن لاحج، بينما انطلقنا مع المركز الثامن بأرى مياسة. أرى مياسة ذاتي ثامنا لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم المكتوم، حمد بن علي العويسي مضمرها. ومع المركز العاشر من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك أيضا سلهودة بالشعار هجن العاصفة ومتابعة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للتسع المراكز الأولى المشاركة والمندفعة بناموس هذا الشوط بهذه التحديات بهذه الانطلاقات المتميزة. نعود مع الصدارة والعودة أحمد إلى مقدمة هذا الشوط مع التحدي مع الإثارة ومياسة. مياسة 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 من قادت المجموعة، مياسة من انطلقت بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة على المقدمة وقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما ايضا انطلقنا مع المركز الثاني. مع المركز الثاني بأرى الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، يقودها الخطير احمد بن سلطان بن رشيد. نتابع المركز الثالث والتحدي، التحدي نتابع الشاهنية مع المركز الثالث. الشاهنية لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم. زيب بن أحمد بن خريدة من يتابع انطلاق الشاهنية مع المركز الثالث. رابع التحديات من الجانب الآخر أيضا الشاهنية الأخرى بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بالضبيعة، من يعلن هذا الانطلاق المثير، من يعلن هذا التحدي الجميل. ومع المركز الخامس، مع المركز الخامس وصلت هملولة، وصلت هملولة مع المركز الخامس بشعار سمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد آل الهيان وبقيادة أحمد بن عبد الله ولد مساعد. من يتابع، من يتابع انطلاقة هملولة المركز السادس، الانطلاق المثير أيضا للشاهنية بشعار سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم ليني بنسير. مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع، مع المركز السابع لسلهودة تاتي في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز السابع بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وقيادة مطر بن سيب بن لاحج، من يتابع انطلاقة سلهودة والسلهود أو مياسة من الجانب الآخر أو سلهودة تتسلل في هذه اللحظات التابعة لهجن العاصفة، يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز التاسع نتابع مياسة، نتابع مياسة اللي تسللت مشاهدينا
متابعينا الكرام، وانطلقت مع المركز الثامن بالشعار سمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم المكتوم، ومتابعة حمد بن علي العويسي مضمر النجوم الخمس ينطلق في هذه الأمسية التراثية الجميلة. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة والتغيير التغيير التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة، ونتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع التحدي المثير. ومياسة مياسة 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 من تقود المجموعة بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة، وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطار بن محمد بالضبيعة. من يعلن هذا الانطلاق؟ من يعلن هذا التحدي المثير؟ ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. نتابع المركز الرابع، نتابع التسلل، نتابع الانطلاق المتميز، وأرى الشاهينية، أرى الشاهينية مع المركز الرابع، الشاهينية لسمو الشيخ محمد بالمر بن مكتوم المكتوم، السعيد بن سالم النيبي في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز الخامس من الجانب الآخر، أرى هناك ملولة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آن هيان أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي. من يتابع انطلاقة هملولة والتحديات قادمة، التحديات قادمة. سلهودة بدأت تنطلق في هذه اللحظات بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة مطر بن سيف اللاحج. ومع المركز السادس، المركز السادس سلهودة التابعة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير مضمرها، وراء الانطلاق من مياسة، مياسة تنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بشعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم وقيادة حمد بن علي العويسي. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة، والشاهينية، الشاهينية اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة، الشاهينية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة مطر بن محمد بالضبيعة. ولكن الشاهينية الأخرى من الجانب الآخر، من الجانب بالآخر تتسلل في هذه اللحظات، تنطلق مع المركز الثاني بطريقها إلى الصدارة، بطريقها إلى المقدمة بشعار سمو الشيخ محمد بالمر بالمكتوم المكتوم، السعيد بن سالم النيبي متابعا لانطلاق الشاهينية، والشاهينية الأخرى أيضا مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. الكوكبة الثلاثية، الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط. صدرت الأوامر، صدرت الأوامر مشاهدينا متابعينا الكرام، والسلالة الشاهينية من تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط مع الأداء الرائع، مع الانطلاق المتميز. ولكن الشاهينية بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الصدارة وبقيادة مطر بن محمد بالضبيعة، بدأ يبعد المسافة بالضبيعة، بدأ يبعد مع الشاهينية، مع الشاهينية تنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام في اللحظات الأخيرة، في الأمتار النهائية، في الأمتار المجنونة. تهانينا من الأعماق لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لمطر بن محمد بالضبيعة على فوز، على فوز الشاهينية بالمركز الأول. لحظات الوصول والاقتراب إلى خط النهاية، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ محمد بالمر بالمكتوم المكتوم، المركز الرابع سلهودة من هجن العاصفة الشوط، المركز الخامس تصل فيه سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. التوقيت الزمني 9:30 بالوفاء والتمام. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني لمطار بن محمد بالضبيعة على فوز الشاهينية بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني.
الشاهينية 9:30 تسعى الزامنة الثانية. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني موصولة أيضا لأحمد بن سلطان بن رشيد. الشاهينية الأخرى تصل مع المركز الثالث 9:31 بالوفاء والتمام. تهاني لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم، والتهاني لسعيد بن سالم الينيبي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط يبدأ بالأثارة والحماس ليجدد روح التنافس في عالم الأصالة.